إذا رجعنا أعزائي من الفاصل والآن عم نكمل إحنا الكنافة. شو سمعك رزان هون؟ جمدت هون. هلأ أنا بالفاصل ضفت المستكة لأنها بلشت تجمد عشان تعطيها النكهة. طبعا المستكة اختياري، يعني اللي ما بيحبوا طعمتها أو ما بيحبوا يستعملوها بيقدروا يلغوها. جميل. وبس جمدت معي هلأ السميد مع الحليب، رح أسكبه قبل ما أنت شف تحكي مع خولة. أوكي، اتصال من خولة من عمام، نحكي له. ألو خولة. ألو. هلا مصعب معي. كيف يبدو. حالك؟ هلا مصعب، كيف حالك؟ أبو عالية معك. هلا وسهلا، كيف صحتك؟ يا هلا بيك، يا هلا بيك، طمني عنك. الحمد لله نشكر الله. بس بدنا نطلب منك طلب بسيط يا سيدي. تفضل. انا حابة يعني بدي اعمل، حابة اعمل الهريسه تكون محشيه، فيها هريسه محشيه. الهريسه بكره عاملها انا ان شاء الله على الهواء ونعطيك فكره كيف تحشوها من جوا. بدي اتابعك بكره ولا همك حبيب قلبي. عندك جواب لسؤال اليوم؟ اه اوكي، تشيز كيك. اوكي حبيب قلبي، مصعب بس بصير معنا. اهلا وسهلا. اذا معنا خولة بحكي لها. الو خولة. الو مرحبا. انا خولة، كل عام وانت بخير. الله يعافيك، الله يسلمك، كل عام وانت بخير. هلا بيك يا خولة، تحياتي. الله يسلمك. شوف عن جد يعني منتجات نبيل اول شيء بتنقذنا من كل المواقف اكيد. ولا همك، جاهزين احنا دائما بتنقذنا من كل المواقف. هي يعني لما كل واحد أوكي. مش عارف شو بده يعمل على طول بيجيب منتجات نبيل وبعملها على السريع. ولا همك. لا ما بنحرج. لا اوكي خولة، شو عندك الجواب؟ ان شاء الله الكيك شوكليت. اوكي اسمك بصار معانا خولة موسى، اهلا وسهلا. شكرا لك. هلا بس بنوزع السميد مع الحليب على وجه الجبنة ومنخبزها بالفرن زي ما قلنا على حرارة عالية تقريبا 200 بس من تحت، ما منحمر وجهها، وبعدين بنرجع بنقلبها. وفي واحدة جاهزة لنفرجي المشاهدين. يلا خلينا نفرجيها أستاذ المشاهدين، هي موجودة هون. هاي بتطلع كنافتنا بعد ما نخبزها وبنقلبها. طبعا بالضبط. بعد ما نخبزها بنقلبها بصير الخبز التوست على الوجه اللي هو راح يكون بدل نكهة الشعرية أو النودلز. أنا راح أضعها هون حتى تأخذ ليلى بالكاميرا كمان من هون. هي موجودة، هاي الكنافة صارت جاهزة اللي سوت لنا إياها أخصائية التغذية رزان. إن شاء الله تعجبهم أكيد ونخفف من السعرات. وهيك أوكي نخبزها. يعطيك العافية رزان. إحنا الآن أعزائي بدنا نكمل أطباقنا اليوم، عندنا 3 أطباق ضايل. الآن بدي أعمل عملية قلي لدجاج فليل حار من نبيل مباشرة من الفريزر على الزيت، وبعدين خلينا نشوف كمان بعد شوية ليلى مقادير سلطة الحبوب الهندية للعدس و أوكي يلا. إذا هون أنا بدي أقلي فليل دجاج الحار من نبيل في زيت عميق حرارته حوالي 180 مئوي وبعدين بدنا نقدمه. رح أذكر كمان بخلال هذا الوقت بجوائزنا للمشاهدين اللي عم يتصلوا معنا وبيجاوبوا على السؤال. سؤالنا اليوم إيش الحلويات أو نوع واحد من الحلويات تسموا لنا اللي بتقدمها منتجات نبيل. وطبعاً الجوائز عنا مقدمة من فلونا طناجر بقيمة 50 دينار، وعنا كمان اشتراك بنادي الرياضي كيرف، نادي للسيدات لمدة 3 أشهر بقيمة 205 دنانير. حلو. إذن أعزائي خلينا نشوف مقادير السلطة ونبدأ في عملية تجهيزها وتحضيرها إن شاء الله مباشرة على الهواء. وعندي دجاج عم بنقله وعندي شوربة بتغلي، سلطة الحبوب الهندية، نصف كوب من العدس الحب المسلوق، نصف كوب من الحمص المسلوق، ونصف كوب من البندورة المفرومة، ملعقة صغيرة من الكمون، وربع كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وكمان في عنا ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من عصير الليمون والقليل من الملح والفلفل. إذا أعزائي فيليه الدجاج الحار من نبيل بالزيت عملية قلي، الشوربة بتغلي راح أضيف لها شوية من الشعرية وشوية من الكزبرة. هيا هيك صارت جاهزة عنا. رح ناخذ شهيرة كمان. يلا. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين شهيرة. تمام، تعلي صوتك بليز. معك هيك أحسن. أيوة أوكي. تشاركينا بالمسابقة؟ بدي اشارككم الشيز كيك. الشيز كيك. ايوه شكرا لك شهيرة. اهلا. بدنا نقدم اليوم طبعا فيليه الدجاج الحار من نبيل، بدنا نقدمه مع الرانش. ايش هو الرانش؟ الرانش طبعا عبارة عن مايونيز، بصل مفروم، ثوم مفروم، والقليل من الفلفل الاسود والقليل من عصير الليمون، بنخلطه بنعمله از ادب جنب الدجاج الفليل الحار من نبيل. ناخذ زهور كمان. الو
الو. اهلين زهور. مرحبا، يعطيك العافيه حبيبتي. الله يعافيكي. كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ كيف الشيف؟ اهلين زهور. كيف تسلم؟ اسمك حلو كثير زهور. اهلا وسهلا. هلا بيك. كيف صحتك؟ الحمد لله، الله يسعدك يا شيف، يسلم ايديك على هالاكلات. ايديك يا رب. الله يسعدك يا شيف. شاركينا زهور بالمسابقة. يلا اعطينا الجواب. يلا، تشيز كيك. تشيز كيك، اوكي زهور. شكرا، ان شاء الله بتربحي معنا. اهلا وسهلا. تسلمي حبيبتي، باي. معنا كمان مهند على التليفون. الو. الو. اهلين. كيف حالك؟ اهلين مهند. تمام. مهند شهوان معك. اهلين، كيفك؟ يعطيك العافيه انت والشف. الله يعافيك. مهند حبيبي. ما هو ما فيش تعليق، بديش اعلق ولا على شيء لانه عن جد الله يعطيه العافيه. الله يخليك، شكرا لك. وبدي اغلبك بالنسبه للجواب التشيز كيك. نعم. بس في شغله هيك بالنسبه لنهايه القاعه، بدي اغلبك لو هيك تلفيها كلها. أكيد أكيد، إحنا دائماً بنخلط كل. طبعاً. لا أكيد أكيد. شو طبعاً، خلي في واحد يطلع نصيبه ولا هم. نحركهم ونختار. أهلا وسهلا يا حبيبي. شكراً لك. إذن أعزائي، فيليه الدجاج الحار من نبيل صار جاهز، عملت له رانش جنبه، بدي أقدمه مع الرانش، وبعد شوية حسوي طبعاً السلطة. ونرد على رؤى كمان. ألو. ألو. أهلين رؤى. يعطيك العافية. الله يعافيكي. كيفك شيف، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ يعطيك العافية، يسلم أيديك. يا هلا بيكي. الله يخليك. معك، تفضلي. معش أجاوب على السؤال؟ يلا سامعينك. تشيز كيك. أوكي رؤى، إن شاء الله بتربحي معنا. شو حابة تربحي؟ أي جائزة؟ أي شيء منيح عادي. خلص، إن شاء الله بتربحي واحدة منهم كمان. يا رب، كمان يا رب. إن شاء الله، الله يخليك، شكرا كثير. إذا أعزائي، سكبنا أول طبق من أطباقنا لليوم، وطبعاً ما ننسى البرياني بالفرن. سكبنا فيليه الدجاج الحار من نبيل، قدمناه مع الرانش وزيناه زينة حلوة، نقدمه طاولة التقديم ونشوف. هنطلع طبعاً البرياني ونزينها ونقدمها مباشرة، نفتح الفرن سيفتي وايز، ومنجيب طبعاً قطعة الخشب المجهزة حتى ما نحرق لوح التقطيع، ونشوف كيف صار معنا بالبرياني. إذا البرياني صار جاهز. تقريبا قد ايه بنحطها بالفرن؟ فتره قليله لكم، يعني من 10 دقائق لثلث ساعه حسب الفرن عندنا. اوكي، نفتح الفرن. ناخذ كمان تليفون. فرح. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. معك فرح. اهلين فرح. كل عام وانت بخير. فرح زين العابدين. والعاملين على البرنامج بخير. شكرا لك. اهلين فرح. فرح لك. بدي اشارك. تفضلي. تشيز كيك. تشيز كيك. اوكي فرح، شكرا لك. اوكي، باي. اهلا. طبعا ممكن نزين كمان البرياني بمكسرات والزبيب والبيض المسلوق، وهذا برجع لكم، بس انا اعطيتكم اياها البيسك حتى ما نكلف شويه، او نعمل كوستي على. طبعا برجع لكل كيف البادجت عندكم، فخلينا نقدمها هذه مباشره. نجيب بس شغله كوست السعرات كمان شيف. يعني كمان يهمك الموضوع. اوكي. السلام عليكم. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يعطيك العافيه. الله يعافيكي رايا. بدي اشارك. تفضل. الله يعافيك يا ستي، اهلا وسهلا. قرب العيد بدنا للمعمول. ابشري ابشري ولا يهمك. يسعدك يا ربي. كريما جدا. وبدنا نجاوب تشيز كيك. التشيز كيك. شكرا لك رايا، التشيز كيك واحد من منتجات نبيل كمان، وان شاء الله تربحي واحده من الجوائز عندنا اليوم كمان. طقمين تناجر من فلونا بقيمه 50 دينار هديتين، وعندنا هديه كمان من نادي كيرف للسيدات، اشتراك لمده 3 اشهر بنادي كيرف الرياضي بقيمه 205 دنانير. اذا خلينا نسكب بالسلطه. ما بعرف في معنا فاصل يا ليلى ولا فيش معنا؟ ما بنعرف احنا هسه. ما اظن. ما ظنيتش، ما حكيتش شي ليلى. بناخذ راحتنا بتزيين السلطه. ما حكيتش شي ليلى، ضلت ساكته. اوكي. اذا احنا هون بدنا نحط شويه خس هيك بسيطات حتى نعطي بس خلينا نحط شويه صغيره حتى نمسك السلطه كلها مع بعض. وبعدين نحط ورقتين كمان من هون. اوكي اوكي اوكي. ونكمل. لا انا اوكي ليلى، شكرا. اذا هو عم نسكب احنا السلطه، سلطه الحبوب. ممكن نضيف كمان الرز، نضيف لها، ممكن نضيف الفاصوليا. صارت سلطه غنيه كثير كمان، مفيده مفيده وبهاش. حتى كنا عم نحكي عن الاشخاص اللي بحبوا يزيدوا وزنهم شيف، لانه عم بيقولوا لنا على الفيسبوك عم بنظلمهم انه ما عم نحكي كثير عنهم، فاليوم كثير حكينا عنهم بفتره الصبح، وهلا كمان بقول لهم هاي واحدة من السلطات كمان المغذيه كثير ومفيده. بالضبط. ورح ناخذ كمان اتصال معنا. الو. الو مرحبا. اهلين اسيل. اهلين،
بس حاب احكي مع الشيف. تفضلي الشيف معي. تفضلي سامعك ستي. اهلا وسهلا. احنا حابين نشكرك على البرنامج الحلو. الله يخليكي. وحاب اشارك بالمسابقه. تفضلي سامعينك يلا. شيز كيك. اوكي اسير ولا همك. شكرا. اذا اعزائي هاي السلطه بشكل جميل، وهي شويه اعشاب عليها كمان هيك، نعنع على بقدونس على كزبره، زينوها زي ما بدكم، وهيك صارت سلطتنا جاهزه اليوم، سلطه الحبوب الهنديه. رح اخذ كمان اتصال يلا. يمكن بعرف اذا هذا حيكون اخر اتصال. عائده. الو. الو. مرحبا. اهلين. كيفك؟ تمام. كيفك انت؟ الحمد لله. سلام وانت بالف خير. وانت بالف خير. خير. كثير مبسوطه كثير اني عن جد بحكي معكم. واحنا مبسوطين كمان. بدي اجاوب. تفضلي. شيز كيك. تشيز كيك. شكرا عايده. شكرا لك. باي باي. اذا طبقنا السلطه صار جاهز، والان بدنا نسوي السحب. يلا رزان نعمل السحب احنا بصحن كبير، وخلطناه كثير عشان نشوف مين اللي راح يكون حظه. سلطة كثير، سلطة الورق منيحة اليوم. اوكي نشوف اول جائزة، راح تكون برضه الطناجر زي ما قلنا من فلونا بقيمة 50 دينار، راح تكون من نصيب ابتهال. ابتهال راح تاخذ اول جائزة. اول جائزة معنا. هي احنا نسحب ورقة كمان نشوف مين الفائز الثاني معنا لليوم. فاتنة. فاتنة. إذا فاتنة ربحت كمان طقم تناجر من فلونا، كانت معنا فاتنة بقيمة 50 دينار. نسحب نادي الرياضي يلا كيرف، اشتراك لمدة 3 اشهر من نصيب خولة. هاي خولة أول وحدة اتصلت معنا، لأنه مش حاطين اسم العيلة في تنتين. في خولة وفي فينا خولتين. خولة الأولى اللي أول شيء اتصلت معنا هي ربحت الاشتراك من نادي كيرف الرياضي. خولة أحمد. خولة أحمد. خولة أحمد. أوكي. ليلى دائما جاهزتين لنا. ليلى جاهزة وحافظة الأسماء كاملة. أوكي. إذا أعزائي خلينا شوي بس نحكي شو اليوم سوينا. اليوم سوينا البرياني، عملنا كيف كثير بسيط، قدمنا فيليه دجاج الحار من نبيل 911 ولا همك، وسوينا طبعا اليوم شوربة البطاطا مع شعرية، وطبعا سلطة الحبوب الهندية، وكمان عملت لنا كنافة بتجنن وروعة. إن شاء الله تعجبهم كمان، وسعرات الحرارية أنا حبيتها فكرة. خلص بدوها بعد الفطور. إن شاء الله نسوي طبعا كنافة مع سميد وسميد وجبنة. هون خففنا كثير من الدهون، وخففنا كمان من السعرات الحرارية. نعم. زي ما قلنا القطر على جنب عشان كل شخص حط الكمية اللي بده إياها. إذن أعزائي أنا بشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مطبخ رؤية ورزان. بنشكرهم كمان، بنشكر متابعتهم، بنشكر اللي اتصلوا معنا كمان، وبنبارك للي ربحوا. أكيد. وبنشوفكم كمان بكرة بحلقة جديدة وطبخات جديدة مع شيف نضال. ولا يهمك. ولا يهمك. السلام عليكم. باي باي.